وحده ولا كيقول لي مع هذيك ديري كمامه وخرجي تسعاي. قلت لي خليني نخدم حنايا ما تنسعاوش كنخدمه. والو ما بقاش الاكسجين ما كتنفش زغفت ليهم زغفت ليهم جات لي ما بغيتش نمشي ندوي شي مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند سارة. سارة عندها حوالي 35 سنة، عطاها ربي جوج بنيات، ما توفقتش مع الزوج، طلقت منه لأسباب غادي تشرحها للرأي العام. مشاهدينا الكرام البنية الصغيرة اللي عندها عندها 4 سنين اللي هي حبيبة كتشوف عندها شي أعراض، كتشوف الوضع ديالها ليس على ما يرام، مشات عند الطبيب. في الاخير طبيب صيفط لها رساله غيرت لها الدنيا. تبعوا معايا عاودي لي القصه ديالك من الاول. انا كنت مجوجه في الفنادق في باب سبته، كنا عايشين مزيان الحمد لله، ما عندناش وما خصناش. منين سدوا على ملي جات كورونا سدوا سبته، ما بقاتش الخدمه. الراجل ولا عنصري ولا كيضرب. والديا كانوا كيساعدوني، ماشي والديا، حبابي كانوا كيساعدوني شويه. كنقولوا كيعيا اللي يعطي وما كيعياش اللي كياخذ. واحد اللحظه ولا كيقول لي مع هذيك ديري كمامه وخرجي تسعاي. قلت لي خليني نخدم حنايا ما تنسعاوش كنخدمه. قال لي احنا ما عندناش عيالات كيخدموا، احنا ما والديك يعاونوك. انا والديا حتى هما ناس ماشي لاباس عليهم على قد الحال. صافي جيت هنا لكازا رفعت دعوه الطلاق، طلقت. منين انا بنتي عند 4 سنين، حبيبه عند 4 سنين ما كتهضرش. انا خدامه في واحد الريستورون حدانا واحد الكلينيك. قال لي مشيت دويت مع واحد الطبيب، ما عنديش الامكانيات باش انني غنتابع ليها في عند الطبيب وما عنديش الرميد. قال لي الطبيب جيبيها لي يكون خير. فعلا جبتها لي الله يكثر خيره. قال لي خاصها واحد الميزان ديال السمع. مشيت ندير لها ميزان ديال السمع وداروا لها داك داروا لها البنج في الاكسجين. ملي داروا لها البنج في الاكسجين الدريه ما كتطلع ما كتهبط والو، ما بقاش الاكسجين ما كتنفش زغفت ليهم زغفت ليهم جا يقولوا ما بغيتش نمشي ندوي شي مني بلاتي. عطاني واحد الورقة في السبيطار، عطاني ديك الورقة اورجون، انا خاصها واحد الراديو ديال الصدر. داك الراديو ديال الصدر هو الاول، هو البداية ديال هاد الشيء باش انني بنتي عرفت عندها ثقبة في القلب. صافي درت ليها الراديو وجبتها لواحد الطبيب طبيبة في بلو رشد في 20. كنت باش عرفتي عندها ثقبه في القلب؟ قلتي انت ما قالوهاش لك الطبيب، قالها للناس اخرين يقولوها لك. لا دابا هذاك الطبيب ما كيقراش هذاك الورقه هذيك الراديو. جبتها لعند الطبيب الكلينيك اللي الناس اللي تعاونوا معايا اللي قالوا لي راه ان الطفله ديالك راه ماشي نورمال. ملي جبتها الطبيب شاف الثقبه قال لهم ما تقولوا ليها والو، خليوها ما تصدمش دابا حتى تمشي عند الدكتور الشريبي. ديتها عند الدكتور الشريبي اخصائي في القلب، قلب ديال الدراري الصغار. غير راديو بوحدو ب 1500 درهم والكونسلتاسيون ب 400 درهم. ماشي مشكل، المحسنين تعاونوا معايا، الناس هنايا جمعوا لي خدامين معايا. مشيت ملي اليوم مشيت عند الطبيب عند الدكتور شريبي، دار لها تخطيط ديال القلب ودار لها الراديو ديال القلب. الراديو ماشي ديال الصدر، ديال القلب، كيوريك القلب ديالها اشنو 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 فيه. ها هو التخطيط، ها هو الراديو ديال القلب. راديو القلب لقى ان عندها ثقبه في القلب، عندها ثقبه في القلب وعندها جوج ديال الشرايين مسدودين.
ما كيدوزوش ليها الاكسجين، الدريه ما تدويش حيت ما ديش لها الاكسجين للدماغ. وباش انه زاد يعني زاد الحاجه اللي زاد صعيبه هو ان قال لك يقدر يكون عنده واحد عيب خلقي في القلب ديالها. هذاك العيب الخلقي قال لي السيمانه الجايه انا ماشي شهر 7 الاول ديال شهر 7 غادي يجيو واحد اللجنه من فرنسا. انا قال لي اللجنه من فرنسا صحاب ليا شي جمعيه ولا شي حاجه بحال هكا. قال لي اللجنه من فرنسا اللجنه من فرنسا انا غادي نروح واحد الراديو صحاب ليا ماشي ثمن بحال هكا نشوف كيفاش شحال هذا الراديو قال 10000 درهم. هذاك الراديو يعني غادي يحدد ليا شنو هو العيب الخلقي اللي في القلب ديالها. قال لي وخاصه عمليه القلب باش يسدوا لها الثقبه وعمليه ديال الشرايين. هادشي ما صعيب عليا بزاف. انا يلا مكافيه مع المعيشه ديال ولادي. انا فهمت القصه. الله يفرج عليك يا ربي، الله ييسر لك يا ربي. طلبوا الله سبحانه وتعالى يفرج عليك. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا في خضم الموضوع، ساره 35 سنه تحملت المسؤوليه ملي تفارقات مع الزوج. هذاك موضوع ثاني يتعلق بالسير بين الزوج والزوجه، يعلم الله عز وجل. ولكن عندها جوج بنيات وهاد الابنه المرض عنده تشخيص طبي إذا صح التعبير صعب بشكل كبير، والكل بإذن الله عز وجل، الله عز وجل هو القادر على كل شيء. مشاهدينا الكرام، الأخت طلبوا لها الإجراءات الطبية اللي كتقوم بها الآن مبالغ مالية، والوضع ديالها هي خدامة في ريستورون صحيح تتخدم على قد الحال من أجل دوك البنيات. النداء ديالنا لجوج المغاربة أرجوكم عاونوها وفق المستطاع. انا غادي نوضع رقم الهاتف ديالها، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. عندك شي كلمه اخيره بغيتي تقولي لي؟ قولي لي. انا بغيت من كل واحد يدير بنتي بحال بنته، ولهلا يوصل اي واحد لهذا الشيء اللي انا فيه. الله يخلي لكل واحد وليداته. انا بنتي نقدر نكون ما عندهاش الماده، ولكن المغاربه كاملين راهو حاسين بيا وحاسين بهذا الوضع اللي انا فيه. الله يخلي كل واحد وليداته. الله ييسر لك يا ربي. مشاهدينا الكرام، النداء ديالها واضح في الموضوع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.